المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نناقش من خلالها أهمية ممارسة النشاط الرياضي في رمضان والأوقات المناسبة لذلك، وكذا أبرز الدوريات الرمضانية التي تزين أيام وليالي الشهر الفضيل، بالإضافة إلى أننا سوف نعرج على مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كل هذا وأكثر، ولكن بعد الذهاب إلى فاصل قصير. البداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم الأخبار الرياضية ذات الشأن المحلي، حيث أورد موقع يمن اتحادي هذا الخبر. اتحاد كرة القدم يقر رسمياً إقامة دوري تنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية. أقر الاتحاد العام لكرة القدم بشكل رسمي إقامة دوري تنشيطي على مستوى المحافظات، ينطلق في 20 يونيو القادم بهدف إعادة تنشيط المنافسات الرسمية. ونبقى في الموقع ذاته. المنصورة ملعباً لبطولة المريسي، والجاروني رئيساً للجنة الحكام. ووفقا لبيان صادر عن الاجتماع، فقد أقر فرع اتحاد كرة القدم بعدن اعتماد ملعب المنصورة لإقامة بطولة كأس المريسي السنوية رمضانية، وتحديد موعد انطلاق منافساتها يوم السبت القادم 6 من رمضان. ونتحول إلى يمن سبورت. الشعلة يرفض قرار السياري ويطالب بكأس بلقيس. وبالانتقال إلى عدن الغد، افتتاح بهيج لبطولة عدن الرمضانية للمؤسسات والشركات للصالات. وللمزيد من التفاصيل حول مباراتي اليوم الافتتاحي للنسخة 15، نتابع التقرير التالي. افتتحت عصر الثلاثاء الماضي على ملعب الفقيد العلواني بنادي المنصورة بطولة عدن للشركات والمؤسسات لكرة القدم للصالات بنسختها 15، والتي ينظمها اتحاد كرة القدم فرع عدن، وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بمشاركة 15 فريقا يمثلون الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية. اليوم الأول للبطولة شهد إقامة لقاءين، حيث افتتحت المجموعة الأولى باللقاء الذي جمع فريق عدن لتطوير الموانئ بمنافسه عبر البحار، وتمكن الأخير من تحقيق فوز كبير استقر على 5 أهداف دون مقابل سجلت على مدار شوطين. جاءت الخماسية من إمضاء مروان قردع 2، ونبيل مفلح 2، وفهمان عوض 1. وفي اللقاء الثاني من المجموعة الأولى استطاع فريق موانئ خليج عدن الفوز على فريق البنك المركزي اليمني بنتيجة كبيرة قوامها 9 أهداف مقابل 1، حيث شهد اللقاء تألق ياسر دنجليز بتسجيله هاتريك ليمنح الموانئ فوزا عريضا، اعتلى من خلاله صدارة المجموعة بفارق الأهداف مؤقتا أمام العبار. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المنافسات ستتواصل على ملعب نادي المنصورة حتى المشهد الختامي المقرر له في 24 من شهر رمضان المبارك. إذن بهذا التقرير ننهي الإطلالة السريعة على أهم الأخبار الرياضية، ولمناقشتها وغيرها من المواضيع يسعدني أن يتواجد معي في الأستوديو الباحث في مجال التربية الرياضية الدكتور محمد مفلح. دكتور رمضان كريم، كل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين جميعا. أوجه لك تحية أستاذ تامر، وللمخرج الأستاذ أشرف عقيل، ولجميع المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة بإذن الله. بداية دكتور، نتابع وإياك والسادة المشاهدين تقريرا حول أهمية النشاط الرياضي في رمضان، ومن ثم نفتح باب النقاش. ما مدى أهمية النشاط الرياضي في رمضان؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من الشباب، وسنتعرف على الإجابة من خلال الخطوات التي ترد تباعا في التقرير. بداية، يعد النشاط الرياضي مفيدا للجسم في رمضان وغيره من الأوقات، ولكن للشهر الفضيل له خصوصية
تتمثل في اختيار الأوقات المناسبة لذلك، حيث تشير أغلب الدراسات إلى أن من ضمن الأوقات المفضلة لمزاولة النشاط الرياضي هي بعد الفجر، على أن يكون النشاط مقتصراً على عملية إحماء خفيفة أو المشي دون بذل مجهود بدني كبير يكلف الجسم طاقة كبيرة تعيقه عن إكمال صيامه بالشكل المطلوب. كما أن ممارسة الألعاب الرياضية قبل الإفطار يعد أمراً جيداً، خصوصاً للذين يبحثون عن حرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية، ولكن يفضل ألا يتجاوز النشاط الرياضي ساعة كاملة، مع الأخذ في الاعتبار تناول الوجبات الغنية بالبوتاسيوم عند الفطور كالتمر والموز لتعويض السوائل التي فقدها الجسم بسبب التمارين، شريطة ألا يكون ممارس الرياضة قبل الإفطار يعاني من مشاكل في القلب والكلى وأمراض الدم المختلفة. هذا فيما يخص نهار رمضان. أما بخصوص الليل فينصح بتجنب ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة، لأن أعضاء الجسم وتحديدا المعدة تسخر جهدها في هضم وجبة الإفطار، ولا يجب تحميل الجسم أعباء إضافية، وبالتالي فإن التوقيت المناسب لممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين إلى 3 ساعات، خصوصا الرياضات التي تتطلب مجهودا بدنيا عاليا ككرة القدم وحمل الأثقال وغيرها من الألعاب المجهدة. في المقابل فإن ممارسة الأنشطة الرياضية بعد الإفطار تفقد الجسم الكثير من السوائل، الأمر الذي يستدعي تعويضها عند مزاولة النشاط الرياضي من خلال شرب كمية معقولة من الماء والعصائر الطازجة وأكل الفواكه والخضروات على شكل دفعات بينها فترات متقطعة، خصوصا عند ممارسة النشاط الرياضي. وأيضا سيؤدي شرب السوائل في الليل إلى احتفاظ الجسم بكمية مناسبة تساعد على الصيام في نهار رمضان الذي ترافق هذا العام مع ارتفاع في درجة الحرارة وطول ساعة الصوم، لذلك وجب التنبيه إلى تجنب ممارسة النشاط الرياضي في وقت الظهيرة وعند اشتداد الحرارة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بصحة الصائم. أما بخصوص الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والكلى وأمراض ضغط الدم، فيجب عليهم الامتناع عن الرياضة في رمضان لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على صحتهم بسبب فقد السوائل وارتفاع نسبة تجلط وتخثر الدم. إذن دكتور محمد، كما بدأنا التقرير بتساؤل أطرح عليك السؤال مجددا، ما أهمية النشاط الرياضي في رمضان؟ والسؤال الأهم من سابقه، ما هي الأوقات المناسبة لمزاولة هذا النشاط؟ طيب، في البداية نتكلم عن أهمية النشاط الرياضي في رمضان. طبعا النشاط الرياضي هو مهم طوال العام. تمام، لأن النشاط الرياضي بيقوي العضلات، بيخفف الضغط النفسي، بيساعد على الاسترخاء، تمام، بيساعد على تدفق الدورة الدموية. وهذه الأشياء احنا محتاجين لها أيضا في رمضان، لأن في رمضان احنا بنصوم لفترات طويلة قد تصل إلى 15 ساعة، وبيقل فيها شرب الماء، لذلك لازم ان احنا نكون جاهزين بدنيا علشان نلبي احتياجات رمضان الروحانية. طيب دكتور محمد، السؤال ما هي الأوقات المناسبة، خصوصا أننا الآن في يعني فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا كما ذكرت قبل قليل أنه أيضا يعني فترة الصوم أصبحت طويلة، فما هي الأوقات المناسبة لمزاولة النشاط الرياضي في هذا التوقيت التحديد؟ طيب، أولا احنا نسأل من الذي سيمارس النشاط الرياضي؟ جميل. لأنه هناك المحترف، وهناك اللي بيمارس النشاط طوال العام، وهناك شخص لا يمارس الرياضة إطلاقا، ويأتي في شهر رمضان ويقول لك أنا بصوم فرصة ممكن أنزل وزني يعني، ويبدأ يمارس النشاط في رمضان عشان حرق الدهون، وقد يعني يتبادر إلى ذهنه أنه أنا صايم أفضل، وهو أصلا ما بيمارس النشاط خالص إطلاقا. يعني فهذا ما ننصحه انه يمارس في وقت الصيام، لانه طوال فتره الصيام قلت لك فتره الصيام تمتد الى 15 ساعه تقريبا، فخلال الفتره هذه يعني بيخسر سوائل كثير في ايوه، هو غالبا بيمارس النشاط قبل الافطار بساعه على ذكر او بساعه ونص. وانا يعني احاول ابحث في الموضوع، اعتقد انه ممارسه النشاط الرياضي كما اشارت بعض الدراسات بالنسبه للذين يعانون
من أمراض الكلى، بما أنه الحديث عن السوائل، وأيضا أمراض ضغط الدم، وأيضا الأمراض الخاصة بالقلب قد تؤثر عليهم، يعني عملية ممارسة النشاط الرياضي خصوصا قبل الإفطار. يعني تعليقك على مخاطر الممارسة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. طبعا تؤثر العملية، تؤثر على حسب نوع المرض أصلا، وحسب الممارسة. يعني الممارسة، هل بيمارس رياضة عنيفة وتتطلب وقت طويل، أو رياضة خفيفة مثل المشي وأيضا عملية المشي، ركوب الدراجة، السباحة، هذه نصحها للناس المبتدئين. أيوة، أيضا قلت لك على حسب المرض. يعني مثلا مريض الضغط، يعني احنا يعني لو عنده، لو ممكن يمارس الجري السريع لفترات طويلة، أو المشي، إيش الأمن له؟ الأمن طبعا المشي. طبعا مريض السكري مثلا، احيانا بعض الدكاتره في يعني نوع من انواع المرض انه ما يصومش من اساسه، مش بس ما يعني ما يلعبش رياضه. فكل مرض له يعني له حاجه مخصصه به. وفي الاخير المبتدئ يعني يفضل انه يمارس النشاط بعد الافطار. بعد الافطار بكم؟ على الاقل 3 ساعات، وغالبا لو كان الافطار ثقيل شويه وفي بروتينات وكذا، بعد ب3 ساعات مش بساعتين. لو كان افطار خفيف ممكن بساعتين. طيب دكتور، يعني انا الحظ ومن خلال يعني متابعتي في اليمن، يعني تنشط الكثير من الدوريات الرمضانيه، والوقت المناسب لمزاوله خصوصا نشاط كره القدم للكثير من الدوريات هو بعد العصر. هل هذا التوقيت مناسب بالنسبه للاعبين المفترض انهم يعني محترفين، او لنقل حتى هو؟ طيب انا لسه كمان حاب اضيف، يعني طبعا احنا حاب اضيف فضل. قبل ما نوصل للسؤال هذا حق الدوريات الرمضانيه، انه يعني انت في عند ممارستك للنشاط انت بتهيئ نفسك نفسيا، يعني يعني رمضان احنا ايش بنشترط؟ النيه قبل رمضان، قبل الصوم. ايوه، نويت صوم شهر رمضان كامل، وبعدين كل ليله بتنوي ان انت تصوم اليوم، وكانه في اعداد عام وإعداد خاص نفسي. أنت في بعض الناس رمضان يعني يجي وقت الظهر والعصر وهو نشيط جدا. رمضان عنده شهر فرص، تمام، روحاني وعبادات وممارسة رياضة وكل حاجة. وفي ناس يشوف رمضان أنه عبء. أيوة، أيضا ليس المهم فقط ممارسة الرياضة، المهم برضو التغذية. يعني التغذية مهمة جدا. أنا كنت سوف آتي على السؤال اللي هو، هل ممارسة الرياضة في رمضان مرتبطة بنظام غذائي معين، بوجبات معينة؟ شوف، هو النظام الغذائي المفروض يكون أنت لك سيستم، يعني في الحياة أنت مثلا أكلك على إيش يحتوي أكلك؟ هل أكلك متنوع ومتوازن؟ هل أنت بتعمل فترة كافية ما بين كل وجبة ووجبة؟ هل أنت بتاكل ومن النوع اللي يعني تاكل حد الامتلاء، وهذا غلط طبعا؟ أيوة، هل أكلك 100% من مكونات طبيعية وبيور، ولا فيها الأشياء الصناعية والفاست فود والكذا؟ نوع الأكل وكمية الأكل ووقت تناول الوقت والفترة ما بين كل وجبة ووجبة، وشرب الماء، هذا يفرق معك كثير قبل أن تصل إلى مرحلة الرياضة. أنت ممكن تعمل نفسك برنامج بحيث أن أنت يعني الرياضة تكون مكملة. والعكس، لو كان أنت بتلعب رياضة كويس لكن الأكل عندك مش متوازن ومش يعني مزبط عملية الأكل، يعني قد لا تكون فوائدها كثيرة الرياضة. طيب دكتور محمد، ما هي أبرز العناصر التي ينبغي على الرياضي يعني أن تتوافر خلال وجبته اليومية؟ يعني ما هي أبرز العناصر أو أبرز الوجبات، أو لنقول المكونات التي يجب عليه أن يتعاطاها مع الإفطار من أجل يعني تعويض السوائل التي فقدها إذا كان سيمارس الرياضة قبل الإفطار؟ والله هو الوجبة المفروض تكون يعني تحتوي على كربوهيدرات، تمام، وتحتوي على خضروات، تحتوي على فيتامينز على قدر الإمكان. يعني الفواكه هذه فيها يعني كميات كبيرة من الفيتامينز، تمام، وتكون وجبة متوازنة تحتوي على دهون أيضا. في ناس يقول لك الدهون، لا، الدهون برضو هي مطلوبة للغذاء، بس في دهون مشبعة وغير مشبعة، هي أنواع. يعني الدهون لازمة. رمضان فرصة أن أنت تتخلص من، لو عندك نظام غذائي خلال 11 شهر اللي هي طول السنة، أنت ممكن في رمضان تحسن، يعني
تحسن وتحرق الفات اللي هو يعتبر سموم او كانه يعني قنبله موقوته في جسمك. ايوه، لانه في نوعين من الدهون تتراكم، في اللي هي تحت الجلد مباشره، وفيه اللي بين الاعضاء، بين الاحشاء الداخليه للجسم. هذه اللي تسبب يعني امراض الدم وتصلب الشرايين ولا. جميل. ايوه، فرمضان فرصه انك تتخلص من هذه كلها، ولكن كيف؟ قلت لك الرياضي المحترف والرياضي اللي بيمارس الرياضة في شهر رمضان طوال السنة، هذا ما فيش عنده مشكلة أنه يمارس طبعاً في أي الأوقات، في أي الأوقات، مش في أي الأوقات، هو حبذا أنه يكون قبل الإفطار بساعة، قبل الإفطار، بحيث أن أنت تخلص التمرين وتجلس فترة نص ساعة تهدئة مثلاً وتأكل أو تشرب علشان تعوض السوائل اللي خسرتها في التمرين. طبعا انت ما تمارس الرياضه زي ما قلت لك، اللي عنده امراض في له رياضات معينه. اي ما بتمارسهاش في جو حار جدا، ما بتمارسهاش في الشمس، الظهيره في الشمس يعني، لانه انت قلت لك بيحصل تبول الله يكرمك طوال فتره النهار، انت بتمارس الرياضه في اخر النهار رمضان علشان تفطر قبل الافطار، بحيث لو يعني السوائل نفدت من الجسم ممكن تعوضها، في تبول وفي تعرق لو مارست في جو حار جدا او تحت اشعه الشمس، فانت ممكن يجي لك يعني جفاف، الهايدريشن هذا، وهذا يؤثر بالتالي على الكلى، يؤثر طبعا. فأنت قلت لك أنت بتختار الوقت. الرياضي أو الممارس هو ذكي، ما يحتاج إلى توصياتنا، يعرف هو متى يمارس ومتى يتوقف. جميل. تمام، يعرف أنه لو في الهواء الطلق بيكون أفضل، مكان فيه يعني زي البرك كذا، في شجيرات وفي هواء نقي وفي ظل. أيوة، فبيمارس فيه أحسن ما يمارس في مكان مغلق، وهكذا الجهد يعني مثلا. يعني مريض الضغط قلت لك بيمارس المشي أفضل ما أنه يمارس الجري، لو فيها في جيم وفيه رفع أثقال أكيد ما بيرفع أثقال، يعني ما في شدة في الوزن، بيعمل تكرار أكثر. جميل جميل الضغط. دكتور محمد، إذن نكتفي بهذا القدر بخصوص أهمية النشاط الرياضي في رمضان، ونتعرف على أبرز الدوريات الرمضانية التي تزين أيام وليالي الشهر الفضيل من خلال التقرير التالي. تزدان أيام وليالي الشهر الفضيل بالكثير من الدوريات والمسابقات في مختلف الألعاب الرياضية التي أصبحت من أهم مظاهر الشهر الكريم، وتتسم بحضور جماهيري غفير. هنا بالنادي الأهلي النادي المعروف أمبراطور الكرة اليمنية. البداية من عرق الدوريات الرمضانية محليا، والحديث هنا عن دور الأهلي في نسخته 36، وكما جرت العادة خلال المواسم الأربعة الماضية، فقد أفسح النشاط الرياضي المجال أمام الفرق التي تحمل مسميات تجارية والخاصة بالقطاع الخاص، برفقة فرق تمثل أندية الأمانة لإصبح إجمالي المشاركين 12 فريقا تم توزيعهم على 3 مجموعات، وانطلق الدوري من خلال لقاء الأربعاء المنصرم الذي جمع العروبة بمنافسه الامتياز، وحصد الأخير أول 3 نقاط بالهدف الذي أحرزه يوسف كنداشا. اليوم ذاته كان شاهدا على الانطلاقة الفعلية لدوري شعب صنعاء الرمضاني الثالث بمشاركة 20 فريقا يمثلون المؤسسات الخاصة والفرق الشعبية بأمانة العاصمة، وقد جرى توزيع المشاركين إلى 4 مجموعات بواقع 5 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور 8، ثم تستكمل بقية المنافسات بنظام خروج المغلوب. وليس ببعيد عن الشعب، حيث جاره وحدة صنعاء الذي دشن الخميس انطلاق فعاليات ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني، والذي يضعه مراقبون في خانة أقوى دوريات كرة القدم على مستوى الأمانة، بمشاركة أبرز أندية العاصمة يتقدمها قطباء الكرة الوحدة والأهلي، بالإضافة إلى الشعب واليرموك ونادي 22 مايو والعروبة والشرطة وأزالة. وستقام مباريات الملتقى بنظام الكل مع الكل من دوري واحد وتحت الأضواء الكاشفة.
أخيرا مع النسخة 25 من بطولة أسطورة كرة القدم اليمنية علي محسن المريسي الذي ينظمها فرع اتحاد الكرة بمحافظة عدن ضمن نشاطه هو الأبرز محليا خلال شهر رمضان، حيث تشهد النسخة الحالية إلى جانب أندية عدن 11 مشاركة تضامن المكلا وفحمان أبين وطليعة لهج وكذا نصر الضالع، وتم توزيع 15 فريقا إلى 5 مجموعات على أن تلعب كل مجموعة فيما بينها، بحيث يتأهل الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل 3 يحتلون المركز الثاني في المجموعات 5 إلى ربع نهائي البطولة. إذن كما تابعنا في التقرير دكتور محمد، الدوريات الرمضانية أصبحت تقام بشكل دوري وأصبح لها ارتباط يعني وجداني مع الكثير من الجماهير التي يعني تزين جنبات الكثير من الملاعب، تعليقك على هذا النشاط وعلى الارتباط، يعني أصبح كما نعرف السمبوسة في رمضان أصبح نعرف الدوريات أيضا في رمضان، خصوصا الدوريات التي الآن تجاوزت عقدها الثالث كما هو حادث في نادي أهلي صنعاء. الأمر الجديد الصراحة مش جديد، الأمر جميل، لأنه يعني فعلا أنت زي ما قلت ارتبطت، إذا ارتبطت أكلة معينة بشهر رمضان فكرة القدم ارتبطت بشهر رمضان يعني من خلال الدوريات هذه. أنا قلت لك لي تجربة مع الدوريات، أذكر أنا كنت أفرح جدا لما يجي شهر رمضان لأنه في لاعب قد يكون في الفريق الأول وما لعبش مباراة أساسية أو ما حصلش فرصة أنه يظهر، ففي فرصة كبيرة أنه يظهر في شهر رمضان. يعني أنا أذكر قلت لك في تقريبا في العام 97 أو 96 شاركت في دور الأهلي وحصلت على جائزة أحسن هدف، ما أنسى يعني هذا القيمة والفخر عندي، حاجة كبيرة جدا جدا لها قيمة يعني. طيب إلى ماذا تعزو دكتور محمد الإقبال الجماهيري يعني بالذات الدوريات التي تقام بعد صلاة العصر؟ لأن الجمهور متعطش أصلا للرياضة، وقلت لك ارتبطت دوريات كرة القدم بشهر رمضان أصبح لها نكهة يعني جميلة جدا فعلا، والكثير من الأصدقاء يجتمعون في الملعب ودردشة وأيضا من أجل ممكن القضاء على الوقت الممل قبل الإفطار يعني. طبعا برضو فيها ميزة رهيبة جدا، طبعا كانت في نادي الأهلي يعني نادي الأهلي الدوري حقه في النهار مش في الليل، والميزة عندهم أنه الفرق مش بفرق الأندية، فالأمر عندك متاح، الشركات والقطاع الخاص، شركات قطاع خاص. احنا أنا كنا نلعب مجموعة من لاعبين الوحدة ومجموعة من لاعبين الأهلي أصدقاء يعني، ومن لاعبين الشعب أحيانا ونعمل فريق ونشارك فيه، فكان يعني يحصل تقارب مع اللاعبين بينهم والبين أصلا يعني. الأمر الثاني موضوع الوحدة لو نتكلم عليه برضو جميل جدا، أنه يقام في الليل وأنه يقام للأندية، فالفريق اللي ما قدر يعني إذا كان بالحديث على دوري أو ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني الآن سيقام وسيكون خاص بأندية الأمانة، كيف تنظر إلى هذا النشاط الذي يعني قيمته الفنية ستكون كبيرة للأندية التي الآن كما سمعنا في الأخبار التي استعرضتها في بداية الحلقة بأنه هناك من قبل الاتحاد إمكانية أو لنقل يعني دراسة لإقامة دوري تنشيطي خاص بأندية الدرجتين الأولى والثانية؟ هو فرصة لأنه يكون أنشطة للممتاز طالما في يعني أقر الاتحاد، هذه خطوة يعني جميلة نشكرهم عليها أنه إقامة دوري وإن شاء الله يقيموه في 20 يونيو الشهر المقبل يعني ممكن بعد إجازة عيد الفطر المبارك، تمام للدرجة الأولى والثانية، بس هذا هو يعتبر يعني رديف للدوري الممتاز يعني أنه نشاط يقام بتنظيم عالي جدا للفرق يعني، حتى المفروض لو فيه مدربين لو فيه كذا يختاروا منهم لاعبين يختاروا مواهب جميل. يختاروا ايوه كاعداد جميل. للمنتخبات يعني. جميل دكتور محمد، انا سوف اعود بالحديث عن نادي الاهلي والدوري الرمضاني الذي يقيمه للموسم 36 على التوالي. دوري الاهلي الرمضاني يعتبر من اعرق الدوريات الرمضانيه، وأنا شخصيا شرفت بتغطية هذا الدوري خلال
الأربع سنوات الماضية، عموما للاقتراب أكثر من دور الأهلي الرمضاني في نسخته 36. ينضم إلينا عبر الهاتف المنسق الإعلامي للنادي الأهلي الأستاذ علي الغرباني. أستاذ علي، مساء الخير وكل عام وأنت بخير. يا مساء الفل والعافية إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، بشهر مبارك على شعبنا اليمني العظيم، وعليكم إن شاء الله أيها الزملاء الأعزاء. أستاذ علي، حدثنا عن النسخة الحالية من الدوري الرمضاني الخاص بالإمبراطور، وهل تحظى بإقبال جماهيري كما جرت العادة في السابق؟ أولا أنا سعيد جدا أن أتحدث لبرنامج استاديوم في قناة اليمن اليوم. أنا أسعد، وحقيقة أنتم دائما السباقين في مثل هكذا من مناسبات. حقيقة إدارة النادي الأهلي بصنعاء للأمانة تبذل مجهود لإقامة بطولات رمضان باستمرار، وتسعى أن تكون على مدار شهر رمضان المبارك. العام 36 على التوالي، وأهلي صنعاء يقيم بطولة الدوري الرمضاني لكرة القدم بمشاركة 12 فريق. تم تقسيم هذه الفرق إلى ثلاث مجموعات. طبعا التنافس منذ اليوم الأول تنافس شديد وتنافس متميز بين الفرق المشاركة في هذا الدوري. طبعا لما يحظى هذا الدوري من سمعة طيبة، ولما يكون فيه نجوم كرة القدم اليمنية في مختلف الأندية، تحرص الجماهير الرياضية بعد عصر كل يوم في شهر رمضان المبارك في مثل هذه الأيام للتوافد على ملعب النادي الأهلي في باب اليمن لحضور ومتابعة مباريات هذا الدوري الرمضاني العريق، والذي تأسس في منتصف الثمانينات. طبعا أستاذ علي، كما يقال ليس من سمع كمن رأى. أنا اليمنية آنذاك في ذلك الوقت، والحمد لله إدارة أهلي صنعاء تقيم الدوري بانتظام ودون توقف، رغم الحرب ورغم ما يعانيه الشعب اليمني، إلا أنها حريصة للعام الخامس على التوالي بعد ما تعانيه اليمن من ويلات لإقامة الدوري الرمضاني، والذي يشارك فيه أندية أمانة العاصمة وبعض الشركات الخاصة التي استعانت ببعض لاعبي ونجوم المنتخبات الوطنية للمشاركة في هذا الدوري الرمضاني الجميل، والذي أيضا يحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية ورياضية من مختلف شرائح المجتمع في العاصمة. جميل، وكما يقال ليس من سمع كمن رأى. أنا حقيقة يعني غطيت بعض الأنشطة وبعض أيضا النسخ الخاصة بالدوري الرمضاني، كان يثلج الصدور من خلال الإقبال الجماهيري. علي، أنا سوف أسألك بخصوص أنه الأهلي مشارك في الدوري الرمضاني الخاص به، وأيضا مشارك في ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني، لو تحدثنا عن الموضوع هذا، لأنه البعض يعني محتار في الموضوع. هل مثلا مشاركته في ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني بالفريق الأول وفي دوري الأهلي الرمضاني بالرديف، أما أيش الحكاية؟ بالنسبة للأهلي، طبعا الأهلي يشارك في الدوري الرمضاني بفريق يحمل اسم شركة الروضة، والذي طبعا يدفع نائب رئيس النادي الشيخ محمد صلاح، ومشارك في الفريق الأول في بطولة نادي الوحدة الذي ستنطلق إن شاء الله يوم غد على ملعب نادي الوحدة. أغلب الأندية مشاركة بفريقها الأول، وأغلب الأندية أيضا مشاركة باسم شركات. مثلا معنا في المجموعة الأولى فريق العروبة، الفريق الشاب يشارك بفريق الرديف، بينما فريق الوحدة وفريق الشرطة وفريق اليرموك يشارك بالفريق الأول. تم التنسيق للأمانة بين إدارتي نادي أهلي صنعاء والوحدة على أن لا يكون هناك تضارب في موعد المباريات، مثلا يلعب الأهلي اليوم وبكرة يلعب في الوحدة، كي لا يتم هناك انه يعني اللاعبين يصابوا بالهاب وبتعب يعني. استاذ علي، مشاركات اكثر من فريق، كون الاهلي لديه فئات عمريه الرديف والشباب والناشئين، ايضا نادي الوحده مشارك في الفريق الاول في ملتقى الاهلي الرمضاني، ومشارك ايضا في فريق الرديف باسم شركات خاصه من بعض لاعبي الأندية في أمانة العاصمة. أستاذ علي، الأهلي سيشارك في ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني،
وهو باعتباره حامل اللقب إذا ما نظرنا إلى أنه توج قبل شهرين اللي هو الملتقى الشتوي الثاني لنادي وحدة صنعاء. السؤال، هل الأهلي قادر إن صح القول بما أنه يشارك في بطولة لأندية الأمانة، قادر على الدفاع عن لقبه؟ أكيد أكيد يا أختابر، وأنت تعرف بأن الأهلي دائما يطمح للبطولات ويعزز صفوفه بعدد من اللاعبين، حيث من المؤكد أن ينضم خلال اليومين القادمين لاعب الوسط أحمد الحيفي وأحمد عبد الحكيم السروري ينضموا إلى صفوف النادي الأهلي، وكذلك عودة اللاعب أحمد ضبعان المحترف في الدوري القطري، مما يشكل إضافة نوعية لفريق النادي الأهلي، والذي تعاقد قبل 3 أشهر مع حارس المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي الحارس المعروف عصام الحكيمي، وأيضا عودة نجوم الفريق الأهلاوي إلى صفوف الفريق في الفترة الماضية. هذا يدل على أن إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي حريصة على أن يكون أهلي صنعاء رقم واحد في أندية الجمهورية اليمنية. الكابتن محمد صالح النفيعي مساعد مدرب المنتخب الأول ومدرب النادي الأهلي حريص أشد الحرص على أن يكون النادي الأهلي في أتم الجاهزية الفنية والبدنية لأي بطولة، سواء كانت في العاصمة صنعاء أو خارج العاصمة، أو بطولة يقيمها فرع الأمانة أو فرع أو الاتحاد العام لكرة القدم. الأهلي يسعى للحفاظ على لقبه في بطولة الوحدة الرمضانية الثالثة، خاصة بعد تنافس مع نادي الوحدة ونادي العروبة ونادي اليرموك، الذي يسعى هذا الموسم أن يكون فريقا آخرا. الأهلي دائما يسعى أن يكون الأول في كل المنافسات وفي كل الألعاب على مستوى الجمهور اليمني، وهو جميل وهو كذلك تعرف النادي الأهلي بتاريخه الكبير والعريق، والذي لا يرضى بدور البطولات بديلا في أي مناسبة. إذن الأستاذ علي الغرباني المنسق الإعلامي بنادي الأهلي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك دكتور مفلح، كما تابعت الأستاذ علي يتحدث بشجن، يتحدث أيضا من خلال الذكريات ما زالت تتجدد من خلال هذه الدوريات الرمضانية. أعتقد أنت لديك يعني حضور في هذا المجال، مجال الذكريات فيما يخص الدوريات الرمضانية، ممكن تحدثنا حول الموضوع؟ طبعا نشكر الأستاذ علي الغرباني أنه نقل لنا الصورة هذه. طبعا قلت لك الحديث فعلا ذو شجن، لأنه يعني قلت لك الدوري الرمضاني كان متنفس كان متنفس، في لاعبين قلت لك ما كان يقدر يعني يظهر إلا من خلال الدوري الرمضاني، فكان له يعني ارتباط نفسي قبل ما يكون ارتباط باللعبة. أيوة، أنا ذكرياتي كنت حريص جدا أن أنا أشارك الصراحة، لأنه ما كانش يقام في نادي الوحدة ولا في أي نادي ثاني دوري رمضاني إلا في نادي الأهلي. الآن يعني للموسم 36 على التوالي، هذا تاريخ يعني. أنا كنت حريص، وأيام ما كنت يعني أمارس الرياضة أن أنا أشارك كل سنة، قلت لك لما حصلت على اللقب هذا اللي هو لقب أحسن هدف. الآن تحتفظ بالهدف؟ والله العظيم أتمنى أعرف لو كان في تغطية، أو لو كان في حتى مش عارف الموسم، ما أتذكر الموسم تماما. أيوة، الآن الجميل أنه برضو الشعب الآن عامل دوري إلى جانب الوحدة، بالإضافة إلى الجميل أيضا في أنه نادي الوحدة الآن عامل الدوري في الليل وفي الإضاءة، يعني اللاعبين بيكونوا مرتاحين، وأيضا بأسماء الأندية أندية الأمانة، بحيث يعني لو نادي مثلا يعني كان له مثلا أمل أنه يجيب الدوري وما جابش الدوري أو الكاس، فرضا يعني لو كانوا ما زالت قائمة يعني هذه الأنشطة، ممكن يعني يوجد له مجد في الدوري الرمضاني. أيوة، أنه يكون بطل النسخة مثلا الثالثة من دوري الوحدة أو 36 من دوري الأهلي. جميل، لا يمكن الحديث عن الدوريات الرمضانية دون التطرق إلى بطولة أسطورة كرة القدم اليمنية اللي هو الفقيد علي محسن المريسي، التي الآن تشهد اليوبيل الفضي للموسم 25، تقام هذه البطولة. وقبل أن نفتح باب النقاش حول هذه البطولة، نتابع التقرير الخاص بالمباراة التي توج من خلالها نادي الشعلة ببطولة بلقيس الكروية لأندية عدن 10، من خلال التقرير الخاص بالزميل لبيب المعمري.
حقق فريق الشعلة من عدن لقب بطولة الدوري بالقيس الكروية في نسخته الأولى إثر تعادله مع منافسه التلال بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حبيب بالبريقة في العاصمة عدن، وذلك لحساب الجولة الأخيرة التي شاركت فيها أندية عدن العشرة وأقيمت تحت رعاية بالقيس. وفي المباراة الختامية تمكن التلال من مباراة الشعلة بتسجيل هدفين عبر سالم موزعي وعبد الخالق الشعيبي، ولكن الشعلة أدرك خطورة الموقف بتسجيل هدفي التعادل، بينما كانت المباراة تسير إلى خط النهاية ومن كورة عرضية سجل مدافع الشعلة صالح علي هدفا في مرماه، ولكن الراية التي كانت لها راي آخر في إلغاء هدف صحيح لنادي التلال. وبعدها قام مدرب التلال بالاعتداء على حكم الراية ليحتسب اللجنة المنظمة فوز الشعلة 3-0 ومع شط مدرب التلال من سجلات الاتحاد. الانتصار هذا ينسب للجميع والفرحة عمت المنطقة كامل والنادي كامل ونساء وأطفال ورجال وشباب والكل تفاعل معنا والحمد لله. هذه طبعا الشعلة استحقها عن جدارة الأول في كل شيء، والحمد لله قدمنا مستويات رائعة، أكثر انتصارات أقل هزائم، أهداف كثيرة ما شاء الله، إن شاء الله برضه أفضل لاعب من عندنا حارس مرمى. أعتقد أنه الفريق مستحق وقدير أنه يستحوذ على كل الجوائز، وأعتقد أنه هذه مجهود الكل ويشكر الكل عليه صراحة يعني أمانة. والحمد لله الحمد لله الحمد لله على تأكيد على بطولة الدوري العام بلقيس، وهذا مجهود كبير قدمه الإدارة واللاعبين والجهاز الفني وجماهيرنا اللي كانت خلف الفريق. الحمد لله على الفوز بالبطولة بجدارة، وهذا الحمد لله بفضل مجهود الشباب وبتكاتف جميع المجموعة كامل في النادي، والشكر الكبير لإدارة النادي اللي كانت معانا وذللت كثير من المصاعب هنا، وكان إعداد الفريق بصراحة بشكل جيد والحمد لله. و في الأخير سبحان الله يعني نقول مبروك للرابح بالبطولة وهارد لك للخاسر. ومن المقرر أن تكرم اللجنة المنظمة في الأيام القادمة بطل الدوري الشعلة ووصيفه التلال وأصحاب المراكز الثالث والرابع وحدة عدن وشمسان، وكذلك تكريم النصر والروضة بدرع البطولة كفريق مثالي، وكذلك تكريم اللاعب الشعلة محمد الداحي كأفضل مهاجم في البطولة وأفضل حارس ناصر محمد حارس التلال. وكما وضعت اللجنة المنظمة مدرب الجلاء محمد حسن البعداني كأفضل مدرب في البطولة. أهلا بكم. وللاقتراب أكثر من المتوج ببطولة بلقيس الكروية نادي الشعلة واستعداده لبطولة المريسي الرمضانية، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس نادي الشعلة الأستاذ محمد حسن أبو علا. أستاذ مساء الخير ورمضان كريم، كل عام وانت بخير. نور وشهر مبارك، كل عام بخير جميعا إن شاء الله. أستاذ محمد، بداية نبارك لكم فوز الشعلة ببطولة بلقيس الكروية، ولكن أنتم من خلال الاجتماع الذي عقد منتصف الأسبوع المنصرم اتخذتم بعض القرارات من ضمنها اللي هو المطالبة بالتتويج ببطولة بلقيس، لو تحدثنا إلى أين وصل الأمر مع اللجنة المنظمة؟ لا شكرا لكم، والاجتماع كان محدد بحاجة تحديد هو التتويج ببطولة الدوري مع اللجنة المنظمة، وأيضا كان معنا موضوع نائب الرئيس أكرم سيادة قدم استقالته وأقرينا على تسمون رغب النادي باستقالته وتعداد الساكن الرئيسي. بالنسبة للتزويج كان في اتصال بيننا وبين اللجنة المنظمة على أساس أنه متى بيكون التتويج، لكن إن شاء الله هو احتمال الأسبوع الجاي أنهم ينظموا على أساس أنه تخرج بصورة مشرفة بالنسبة للجهة المنظمة. أما بالنسبة للمريسي في استعداد مباشر، ونحن اعتذرنا على إقامة البطولة عندنا في بريغة. معلش أستاذ محمد، أستاذ محمد، والحمد لله إن شاء الله تكون الأمور طيبة وإن شاء الله نحن نقدم في مستوى أفضل من الكاس المريسي. أستاذ محمد، هل لتأجيل التكريم علاقة بالاعتذار عن استضافة بطولة المريسي الرمضانية؟
اعتبرنا رسميا في يوم كان في مشكله قائمه كانت بين الاتحاد الفرع والانديه على اساس انه بعد منطقه البريغه من المناطق الاخرى ومش قادرين يتحملون عن التكاليف هو نوع من الاعذار لكن خلاص يعني انتم كان عندكم استعداد لاستضافه البطوله في عناد مباشر من هذه الانديه على شيء ان شاء الله ما يحدث فيها مشاكل نحن كنا متقاربين الانديه كلنا مع بعض بدون يد واحده ما شفنا كل واحد يمشي في ما يريد تحقيقه لكن الحمد لله مشان نلاقي استمرار مريسي قدمنا الاعتذار على سمومه عندنا البطوله ان شاء الله تكون المرات القادمه يكون في احسن ويوافقونا على هذه البطوله ان شاء الله. استاذ محمد القرعه في بطوله المريسي الرمضانيه اوقعت الشعله في المجموعة الأولى برفقة الميناء والجزيرة، البعض يتحدث عن أن المجموعة في المتناول، تعليقك وكيف هي استعدادات الشعلة لهذه البطولة؟ والله نحن الفريق مستعد قدم من بطولة بلقيس استعداد كامل واللهم فيها الفريق ارتاح تقريبا 4 أيام أو 5 أيام بعد المباراة الأخيرة مع التلال واليوم بيبدأ تمرين آخر تمرين وإن شاء الله المباريات أول مباراة مع الميناء الافتتاح ومعنا برضو الجزيرة هو برضو من منطقة البريقة وإن شاء الله نكون هنا متوهين في الدور الأول إن شاء الله تعالى. إذن الأستاذ محمد حسن أبو علاء رئيس نادي الشعلة كنت معنا عبر الهاتف من مدينة عدن، شكرا جزيلا لك ونتمنى التوفيق لناديك وبقية الأندية الأخرى. دكتور محمد، بطولة المريسي الرمضانية هذه السنة في نسختها 25 تشهد إضافة أندية من محافظة خارج محافظة عدن، بالإضافة إلى أندية عدن 11 هناك 4 أندية من حضرموت اللي هو تضامن حضرموت وأيضا فحمان أبيان ونصر الضالع وأيضا طليعة لحج، كيف تنظر إلى هذا النشاط وهل يعطي مؤشر بإمكانية إقامة دوري على شكل تجمعات؟ طبعا هو يعطي مؤشر ونصف يعني وحاجة جميلة إشراك اللي هي الأندية اللي هي من حضرموت ومن لحج ومن أبيان تعزيز لأندية عدن وإشراك الجميع، احنا كلما انتشر الفعالية شملت أكثر يعني أكثر من نادي وأكثر من محافظة كان أجمل يعني وكان لها وقع ولها تأثير يعني. إذن أستاذ محمد كما تابعنا في التقرير تحددت يعني هوية المتأهلين إلى النهائي أو طرفي النهائي اللي هو ليفربول وتوتنهام، نهائي إنجليزي خالص. توقعاتك لهذا النهائي خصوصا في ظل الريمونتادا التاريخية لليفربول وأيضا العودة في الأوقات أو في آخر أنفاس اللقاء بالنسبة لتوتنهام أمام إكس؟ والله اللي عملوها الفريقين أصلا استثنائي يعني ليفربول أنه يدخل ويعمل ريمونتادا بهذا الشكل يعني من أول المباراة داخل بعزيمة يعني هذا حاجة يعني كبيرة جدا يعني إعداد جيد الصراحة والمدرب كان ذكي. نفس الشيء توتنهام لما يكون انهزم يعني في الذهاب 1-0 متأخر في الشوط الأول هدفين دون مقابل متأخر في الشوط الأول ويغير النتيجة بهذا الشكل وبلاعب يعني الفريقين كبار جدا 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 وتقدمت الكرة الإنجليزية بشكل كبير يعني. هل السبب في ذلك إلى التهيئة البدنية أو الشغل على الجانب البدني بما أنك البدني في مجال والنفسي التربية النفسي لأنه أنا أقول برشلونة مثلا دخل يعني قد يكون برشلونة شاف أن المباراة في متناول يده بعد الثلاثية اللي في الذهاب وغياب محمد صلاح والبرازيلي وأيضا كيتا في الوسط يعني دخل ركن على نتيجة ايوه على نتيجة سابقة وعلى اسمه وكل مباراة لها ظروفها بينما على العكس تماما ليفربول ومدربها دخل للفوز يعني وجمهورها كانوا كلهم ماشيين باتجاه واحد للفوز تكاتفت الأهداف في سبيل الوصول إلى النهاية فتحقق الفوز. آخر سؤال دكتور محمد، نتيجة توقعاتك للمباراة النهائية اعطينا رقم. والله صعب الصراحة صعب فريق زي ليفربول وتوتنهام واللي سووه يعني في الأسبوع هذا صعب جدا أنك تتوقع. أنا أتمنى ليفربول طبعا عشان محمد صلاح. شكرا. إذن بهذا التوقع
ننهي هذه الحلقة، هل من كلمة أخيرة دكتور محمد؟ لا خلاص، شاكر على الدعوة الكريمة وإن شاء الله نلقاكم في مناسبات أخرى بإذن الله. إذن الدكتور محمد مفلح الباحث والأكاديمي في مجال التربية الرياضية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، دمتم ودام الوطن بخير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.